هلا والله بالشباب، حياكم الله. فيديو جديد لعبة مودرن وارشيب. طراد كرافت الألماني نزل بالسوق الحرة حاليا، وسعره حاليا بالسوق الحرة 15,000 ارت كوين. فهل يستحق طراد هذا السعر؟ وهل راح يبقى هذا السعر ثابت ام لا؟ راح نعرف ونحكي على التفاصيل من خلال هذا المقطع. فاللايك والمشاركة جدا مهمة، وكذلك راح نختبره مرة اخرى بالاونلاين وبالتحديد بالحدث، حتى نطحن طحن هذا الطراد ونشوف امكانياته يا شباب. لو نجي للسوق الحرة، فهو انضاف حاليا ب 15,000 ارت كوين، مكتوب 69 قطعة حاليا معروضة للبيع بالسعر 15,000 ارت كوين. طبعا شوفوا الشباب، السعر نعرف احنا مو ثابت، ويصعد ان اقل سعر 15,000، العرض مالته 14,500 من الشركة. اللارين حاليا لو تشوفون سعر اللارين 11,490، قول 11,500. للأمانة أنا فضلت اللارين قليلا على هذا الطراد لبعض المواصفات اللي حكيتها بمقطع سابق بين القطعتين بعد الاختبار. فأنا أشوف أنه هذا الطراد ممكن ينزل إلى سعر اللارين أو أقل، أو إذا كان ألماني والناس تحبه ممكن يبقى ويصعد أكثر. على العموم، الطراد يبقى إمكانياته جيدة جدا، فيمتلك صاروخين متغيرات. أنا حطيت أغلى صاروخ بالأرتكوين حاليا بالسوق الحر، اللي هو مارتن سترايك، يطلق إطلاقتين مع مدفع مغلق ثنائي SKS 28 283 ملم، وراجمة خاصة بـ MGS، بالإضافة إلى التوربيدين سي هاك مود 4 اللي يطلق كل واحد إطلاقه بدمج 35,000، مروحية متغيرة حطيت كاموف للكشف، ودفاعي متغير حطيت الريم 162، بالإضافة إلى أربع مدافع أو أربع دفاعات جوية أخرى مغلق رشاشة، ودفاعين صاروخيات ايريس تي سلكس. يا شباب يعني كتنوع بالدفاعات الجوية رائع جدا جدا، كتكامل الطراد متكامل. فمن هالناحية الطراد جميل ورائع وراقي نفس الوقت. خلينا ندخل جيم بلاي وبعدها نأكد انه كان يستحق ام لا هذا السعر برأيي الخاص، وايضا ناخذ اراءكم يا شباب، لان ايضا اراءكم مهمة جدا بخصوص هذا الطراد الالماني. اوكي اصدقائي، احنا الفريق اللي يهاجم ويدمر القطع. حلو الريلود، ايضا الريلود مدفع ما تحلو يا شباب، وتحس الطراد السرعة مالته جدا عالية، يعني مو سرعة عادية، يعني ما تحس انه طراد، تحس صراحة بالسرعة مالته والحركة والالتفاف مدمرة، بس طراد رائع بهذه الوضعية. بدنهم حلو 520,000 يا شباب، بلا زعم عليك بالـ500. روح حلوين، يشفط الدفاعات زوجها، تشفط الصواريخ مالته والبورت رويال. عانى من عندنا ابو الاشكوف، طلعنا من جديد، اخذ هجمة حلوة من عندي، ودع اتوقع، اخذ اوكل من عندي حبيب قلبي. اهلا، هجمات مغلقة، الله 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 الله، تعال سلم لي بال55. حلو حلو حلو،
اها روعة، حتى بالاشتباكات الملحمية روعة. كفاح والله كفاح. بيالكي قدامي ولا ابو الفيلكي ولا ابو الفيلكي. سلم ابو الفيلكي. ما فيش مرحمين بالاشتباكات. اشتبك ارجع، اشتبك ارجع. صاروخ انقضاضه خرافي. تعال 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 ابو الكاتوري تعال. اخذ روح كرر عليه. جميل. ولاد اوبا 4 ملايين دمج ب3 كلات. يلا مرة بتت اكثر من قطعة تشتبك وياه، يعني الامور جميلة جدا. تعال اطلق. مدفع طلق، مدفع ثاني طلق ايضا. هذا نوعا ما شبه الجلتش. هذا واحد بعدين راح يروح. شوف هنا السيطرة والانطلاقيات قطعتي راح تجينا من الجهة اليسار. خلنا نشتبك كان نخلص من عندهن. هنا شو نسوي احنا؟ نروح نشتبك للسفن. والله قوي قوي قوي. ابو البورت رويال تعنف من عنده صراحة. تعنيف ما بعد تعنيف، تعنيف ما بعد تعنيف. راح ابو 55 اخذ له هجمة حلوة. حلو بالراجم، يستخدم الراجمة الجديدة. قلتش ايش ما يدمج، ما ادري. انتهت فجر بعد ما راح لقلتش من عنده. انا عايف السفينة الرئيسية اشتبك ويا السفر. ول 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 ول. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. 244 ألف. ولد ولدي الجليتشات. 7 ملايين و627 مع 6 كلات مع يعني مرة واحدة بنتت 8 اسيستات. صح طراد رائع، طراد رائع. والجليتشات تكون الشركة تحلها بالاحداث، تكون الشركة تحلها بالاحداث. على العموم يا شباب طراد جدا راقي وشفت امكانياته. التنوع بالصاروخ، تختارون الصاروخ اللي يعجبكم. ممكن تحطون تامكم، تحطون عفوا براموس تايب 17 او مارتم سترايك، او الصاروخ اللي اتو يعجبكم تستخدمه. ثنائي الاطلاق او احادي الاطلاق، كمدفع، كتوربيت، كراجمة جدا رائعة. دفاعات الجوي امكانياتها جدا راقية ايضا. يا حبايب قلبي مبدئيا طراد يعني هو استحقاقه بري بين 10 و 15 ألف. انا هذا اوازنه.
مو اكثر، بين 10 و 15. في الراي لكم، لا تنسوا لكم المشاركه، وفي امان الله.